السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: الصدر المتخبط يعتزل السياسة للمرة السابعة. مشاهدينا الكرام، شهدت الأيام الماضية تصعيدا مسلحا بين التيار الصدري والإطار التنسيقي عبر ميليشيات الطرفين. هذا التصعيد الذي أودى بحياة أكثر من 30 شخصا وإصابة نحو 700 آخرين جرى في بغداد ومحافظات عراقية أخرى. تعالت الأصوات من الإطاريين إلى التهدئة، وهو ما دفع مقتدى الصدر إلى كسر صمته وإضرابه عن الطعام، وخرج ليأمر أتباعه بالانسحاب خلال 60 دقيقة من المنطقة الخضراء ومحيطها، وكذلك من باقي مناطق الاشتباك. ثم ما لبثت الاشتباكات أن اندلعت مرة ثانية في محافظة البصرة بعد أن اغتالت ميليشيات الإطار الولائي قياديين من ميليشيا السرايا التابعة للصدر، وهو ما قاد إلى رد أتباع الصدر وأسقطوا كذلك عددا من عناصر ميليشيات الإطار من بينهم قياديون. ثم اشتعلت حرب التصريحات الكلامية بين الطرفين، فخرج صالح محمد العراقي المقرب من الصدر بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي هاجم فيها قيادات الإطار وسمى البعض بأسمائهم، من هم قيس الخزعلي، فالح الفياض، وأشار إلى البقية ضمنا. ثم أشار في إحدى منشوراته إلى إيران وطالبها بكبح جماح بعيرها في العراق. ثم رد قيس الخزعلي وأشار إلى ما قام به التيار من محاولة إسقاط الدولة، ثم عاد مغردا على موقع تويتر طالبا للتهدئة، وأمر أتباعه بإغلاق كافة مكاتب ميليشيا العصائب حتى إشعار آخر. هذا موجز لما حدث خلال الأيام القليلة الماضية. لنتابع الآن ونستمع ما ورد في كلمة مقتدى الصدر، جئناكم ببعض مما قاله لنستمع. بغض النظر عن من بدأ الفتنة بالأمس، أنا أقول الآن أمشي مطأطئ الرأس، وأنا أعتذر للشعب العراقي الذي هو المتضرر الوحيد مما يحدث، وأقولها وبملء الفم أن القاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار. ما أريد أكررها بعد مرة ثانية أو ثالثة، سواء كان البادئ الطرف الأول، الطرف الثاني، الطرف الثالث، هذا ما يفرق عندي أبدا. القاتل سواء والمقتول سواء. وطني بعدما كان أسيرا للفساد هو الآن أسير للفساد والعنف معا، والعنف أسير الفساد وأسير العنف مع شديد الأسف. أنا كنت أأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية بالأكفان، بالأيدي، بالقلوب الصافية، بالقلوب المحبة لوطنها، مو تروح تركض على الرصاص وعلى القاذفات وعلى الهوانات. بعثت الثورة هذه، بعد شو تريد؟ بعثت الثورة كما خرجت عن سلميتها ثورة تشرين وانتقدتها، أنا الآن أنتقد ثورة التيار الصدري. بعد هناك ميليشيات وقحة، نعم هناك ميليشيات وقحة، بس لا يجب أن يكون التيار أيضا وقح. أنا لا زلت أؤمن أن التيار منضبط ومطيع، ولذلك خلال 60 دقيقة إذا لم ينسحب حتى من الاعتصام أمام البرلمان فأنا أبرح حتى من التيار. طبعا الجميع في العراق استمعوا إلى ما قاله مقتدى الصدر، وطبعا تابعوا ما يجري على الساحة السياسية وعلى أرض الواقع الآن من اشتباكات وغيرها حتى في محافظة البصرة مؤخرا، وأيضا ما سبق ذلك قبل يومين. لكن ما تعليقكم على ما جرى مشاهدينا الكرام وعلى تصريح مقتدى الصدر؟ طبعا هو ذكر جزئية تتعلق بثورة تشرين، وهذا الموضوع أثار غضبا عراقيا واسعا، خاصة وأنه أشار إلى أنها خرجت عن سلميتها فانتقدها. طبعا طبيعة الانتقاد التي ذكرها مقتدى الصدر أو الانتقاد الذي ذكره مقتدى الصدر لم يكن بالصيغة المعروفة بالكلمة التي
يعني نعلمها جميعا الانتقاد، لكن كان عبارة عن سلاح، عن عصي، عن قبعات زرق، عن تصفيات واغتيالات موجودة، عن تغييب لنشطاء في ثورة تشرين. هذا طبعا من الجانب الصدري، هناك أيضا كانت انتهاكات موجودة من باقي الميليشيات الموجودة وكذلك من القوات الحكومية. ما تعليقكم على ما ذكره مقتدى الصدر؟ هل تعتقدون بأنه لن يعود إلى الساحة السياسية مرة أخرى فعلا؟ خاصة وأن هذه المرة التي اعتزل فيها السياسة هي المرة السابعة التي يقوم بها باعتزال العمل السياسي. بدأ هذا الموضوع من عام 2013 واستمر خلال السنوات التي مضت إلى أن وصل إلى هذه اللحظة التي أعلن فيها الاعتزال السياسي للمرة السابعة مشاهدينا الكرام. ثم هل تعتقدون بأن هذا التصعيد المسلح سيتوقف ما بين الصدر وما بين باقي الميليشيات؟ طبعا هناك من اعترض من الصدريين أو من أتباع تيار الصدري، انتقدوا العنوان الذي وضعته، خاصة بعض التعليقات التي جاءت أثناء الترويج للحلقة في مواقع التواصل. البعض يقول خسئت، مقتدى الصدر ليس شخصا متخبطا. طيب لنستمع إلى أتباع مقتدى الصدر الذين نزلوا إلى الشارع، الذين ذهبوا ليتظاهرون، ليعتصمون، ليشاركوا بالعمليات القتالية المسلحة التي جرت في المنطقة الخضراء. ما الذي قاله بعض الصدريين تجاه مقتدى الصدر؟ لنستمع. اضربكم حتى بعد لا تلومون، لما نقول لكم عم الزلمه ما عنده كلمه، الزلمه ما نقدر نطلع وراه، المدربين بشوارع بغداد والله ما وصلنا بعد ما واصلين والله والله شمرونا مجمع عم بالطبول هذا وراه نسوي شو نسوي يعني اضربكم حتى بعد لا تلومون لما نقول لكم عم الزلمه ما عنده كلمه. يعني مشاهدينا الكرام، هذا حديث جاء على لسان من ينتمون إلى مقتدى الصدر، إلى تياره، من يتبعونه، من يتبعون كلمته. هم غاضبون وناقمون على التخبط الذي يعيشه هذا الشخص، الذي يعيش فيه أيضا أتباعه، هذا التردد، هذا التناقض، أيضا التخبط باتخاذ القرارات وانسحابه ثم عودته بأي مجال. لكن الموضوع والكلام يأتي من أتباعه قبل أن يأتي منا. نحن ننقل لكم ما يقوله أتباع مقتدى الصدر عنه، وطبعا كنا قد تحدثنا سابقا بهذه النقاط، سنأتي إلى ذكرها فيما بعد. في المقابل زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي خرج بكلمة أشار فيها إلى محاولات التيار الصدري، دون أن يسميهم طبعا، بمحاولة إسقاط الدولة والعملية السياسية والتعدي على السلطات الثلاث الموجودة في العراق، وكان العراق بلدا آمنا في ظل وجوده هو وبقية زعماء الميليشيات. لنستمع إلى جزء مما قاله قيس الخزعلي. مر علينا يوم وليلة، هو اليوم والليلة الماضية قد يكونا هم أقسى يوم وليلة مر علينا على الشعب العراقي منذ عام 2003 إلى الآن. السبب في كلامي هذا أنه التجربة، ولماذا أقول 2003؟ أنه التجربة التي حصلت في 2003 إسقاط النظام جاءت بشيء فعلا هو شيء جديد. قد نختلف في تفاصيل كثيرة وقد نكون متفقين فيها، ولكن الشيء الذي لا نختلف فيه أنه تشكلت لدينا عملية سياسية جديدة تقوم على أساس سلطات، هي السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، ويقوم أساس عملها على أساس الفصل بين هذه السلطات. فبالتالي وجدت لدينا دولة بغض النظر عن نسبة وكفاءة ما يقوم به قادة ومسؤولي هذه السلطات في عملهم ونسبة الخلل والفساد، وخصوصا عندما ينجر الكلام إلى السلطة التنفيذية. لكن دولة وهناك حرية لا بأس بها في التعبير عن الرأي، وهناك تلكؤات أنا أعتقد أكثرنا متفقين في أسبابها وضرورة معالجتها، ولكن الذي حصل خلال الفترة الماضية وتوج في اليوم والليلة الماضية أنه حصل هناك، أنه وصلنا إلى مرحلة التهديد
لوجود الدولة أصلاً. فبدأت بعد الانتخابات الأخيرة وما أنتجته تظاهرات وأحداث تشرين من انتخابات مبكرة وإلى آخره، وصل موضوع التقاطع والخلاف السياسي إلى مرحلة تعطيل المؤسسة التشريعية، ثم تهديد المؤسسة القضائية، ثم الاعتداء على المؤسسة التنفيذية، سواء كان المؤسسة التنفيذية المركزية أو في المحافظة. طبعا قبل أن نعرض مشاهدينا الكرام، سنعرض بعد قليل أيضا ما ذكره المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر صالح محمد العراقي، الرسائل الموجهة لقيس الخزعلي وكذلك الموجهة للحكومة بشأن ميليشيات الحشد. مجموعة من التساؤلات التي نستخلصها من هذا الحديث الذي ذكره قيس الخزعلي، يتحدث عن دولة، هل العراق دولة الآن؟ هل العراق فيه مقومات الدولة؟ يتحدث ويقول بأن هناك حرية رأي. منذ متى وجدت حرية الرأي في العراق؟ هل توجد حرية رأي في ظل وجود هذه الميليشيات التي قمعت ولا تزال كل من يعبر عن رأيه؟ من الذي أخفى النشطاء في ثورة تشرين؟ من الذي قام بتصفيتهم؟ مجزرة السنك، من الذي ارتكبها؟ أليست الأصابع الاتهام كلها تشير إلى ميليشيا العصائب؟ ثم من الذي قمع المتظاهرين في المحافظات المنتفضة المنكوبة سابقا؟ ألم تشترك هذه الميليشيات أيضا في قتلهم؟ أسئلة كثيرة تطرح بشأن موضوع حرية التعبير وبشأن موضوع الدولة. هل العراق دولة أصلا قائمة؟ هل يمكن وصف ما يجري في العراق من طريقة حكم ونظام حكم ووضع قائم من ميليشيات وسلاح منفلت وفوضى عامة في كافة مفاصل هذا البلد؟ هل يمكن أن يوصف العراق بأنه دولة قائمة فيها مؤسسات، فيها نظام قائم، فيها عدالة، فيها سيادة، فيها أمان؟ رأيكم، ننتظر مشاركاتكم للإجابة على هذه التساؤلات مشاهدينا الكرام بشأن ما يجري وبشأن ما استمعتم إليه سواء من مقتدى الصدر أو من قيس الخزعلي، أو إن كنتم قد تابعتم المشاهد من منظور آخر فأتونا بتعليقاتكم. أهلا بكم ويانا السيدة أم أحمد من النجف، أول المتصلين والمتصلات، حياك الله أم أحمد. الله يحييك أستاذ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليكم، السلام عليكم على كل قناتنا الطيبة المحترمة على كل مستمعين ومشاهدين. وعليكم السلام. هن نماذج هذول من يتخلي شيء من خلفية الصفي اللي ينزل إكرامون، تنزل الحصالة، حصالة الزمن دولة. بس أنا راح أسولف مو لأنه هم يستحقون، أسولف فيهم بما يعني يتحدث الإمام علي، لكن هم حجتهم الإمام علي يتحجون به. الإمام علي ينبه شخص يقول له يا سفيان إياك والرئاسة، فما من أحد طلب الرئاسة إلا وهلك الهلاك يختلف عن الموت العادي أستاذ محمد. وهاي النماذج هم يقول عنها الإمام علي يتلون الكتاب يحسبونه لهم وهو عليهم، اللي بالقرآن يوصفهم الله سبحانه وتعالى يتخذون القرآن عظيم يقلبوا مثل ما يردون على هواهم. أما مالك يعني أرد أعقب على كلام قيس الخزعلي، لا ما أدوخ نفسي بي، لا بي ولا بمقتدى، بس أحيانا الظروف يحتم عليك تحكي بحق ناس من كوبا فتضطر تذكر هالأسماء القذرة تكرمون. مقتدى لما يقول الميليشيات والسلاح المنفلت، هو طبعا هذا كلام ما حد ما يعرفه، لكن حد بالنسبة للسل لازم تحكي أنصاف للمظلومين. سراياك سرايا مقتدى بمن بأمرك من تمشي، بأمرة القائد العام أو بأمرتك أنت. أنت تقول ماكو حكومة صارت إلا وأنا خليت إيدي بيها، يعني معناها أنت رب الفساد. زين إذا أنت رب المصايب كلها، إيش عجب عصت عليك تطلعون قتلة المتظاهرين وهو الكل القاصة والداني يعرفها؟ ليش؟ لأن أنت اشتركت قتلهم. لما أنت تقول محاسبة الفاسدين، أبسط مثل آخذ الصانعة الصغيرة اللي هي عديلة، وينها؟ مو قاعدة ترتع بالخارج؟ إيه لا. نعم. طيب بالنسبة لذكره لقضية انتقاده لثورة تشرين عندما خرجت عن سلميتها، متى خرجت ثورة تشرين عن سلميتها؟ خرجت لما قالوا شلع قلع والقالها وياهم.
هاي خرجت عن السلمية بمقياسه هو. يعني هذا الشعار اعتبروه خروجا عن السلمية؟ طبعا طبعا. أستاذ محمد والله لو ننتبه احنا صح متألمين واحيانا من ضيق نفسنا نقول وين الفرج، لا بس اكو فرج. ليش اكو فرج؟ لانه الله سبحانه وتعالى القرآن من يوسف اختلف الاحزاب ومن بينهم فويل للذين كفروا، اكو آية ثانية يقول فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. فهي حية على الصلاة، الله سبحانه وتعالى قول حق. بس يا سبحان الله يعني هن ما بيش هذول الوصخة لو كانت تواجههم بالسلاح وهم يخافون من عندك، لكنه المساكين المظلومين سواء التشرينيين أو اللي طلعوا بالمظاهرات ب 2011 بمناطقنا أهلنا بالغربية وسماهم هذا النذل المالكي بالفقاعة عنتنا، كل واحد يتحدث بما هو يشعر بنفسه تقبل هذول دمهم يخوفوهم أكثر. شكرا سيدة أم أحمد، أنا أشكر حضرتك وقتك وياك بهذا القدر. ويانا سيد أبو أحمد من بريطانيا، تفضل يا أبو أحمد. السلام عليكم، تحية لك. وعليكم السلام محمد وإلى قناة الوطن بنات الرافدين. حياك الله. أنا بس إذا تسمح لي شوية بداية وبعدين أخذ الموضوع إذا تسمح لي. يعني تفضل. أولا هذا ما يجري الآن في العراق هو نتاج، نتاج إلى ماذا؟ نتاج إلى ناس جتي مع الاحتلال بعد 2003 اللي هي هاي ما تسمى بالأحزاب اللي استلمت السلطة، وناس موجودة في داخل العراق ومقتدى الصدر اللي هو ابن المرجع السيد محمد صادق الصدر. فاللي صار بداية هو مقاومة الاحتلال بالاتفاق مع الجماعة في الفلوجة وفي النجف، اشتركوا في مقاتلة، وأكيد هو هذا الرجل غير ثابت على رأيه، ما عنده خبرة سياسية لا هو ولا جماعته، فاختلف مع الجماعة اللي قاتلوا يا هاي. المهم فإنه ما اليومية قلبها طبيعية بالنسبة لي، لأنه رجل هاي 19 سنة لم العراق لم يخرج قائد سياسي بالمعنى الصحيح، لأن الناس اللي جاءوا من برا هم مو سياسيين، هم أغلبيتهم قاعدين عايشين على المعونة الاجتماعية ومقضين وقتهم بقضايا وإلى آخره، جاءوا يستلموا بلد يحتوي على دخل ودخل بأمور كثيرة. الأكراد من سنة 91 بس 90 كانوا يتقاتلون بيناتهم إلى أن قعدوا وقالوا يابا احنا عندنا سواطح. طيب يعني أنا هسه حربط عندي سؤال. بس خليني أوصل لك، بعدين لا تسمح لي سؤال. نعم بس لا بس أنا عندي سؤال وحتى تكمل حضرتك يرتبط بموضوعك. المقدمة اللي تفضلت بها تقودنا إلى جزئية ذكرها قيس الخزعلي وقال بأنه بعد 2003 وإسقاط النظام أنشئت دولة، أنشئت دولة فيها مؤسسات. السؤال هل العراق دولة فيها مؤسسات بحيث يكون لهم الحق بالدفاع عنها ومحاولة الإبقاء عليها، أم ما الذي يريدونه بالضبط أن يبقون عليه هذه الميليشيات والأحزاب؟ أكيد ما تأسس الدولة، الاحتلال ما يأسس الدولة، مستحيل الاحتلال يأسس لك دولة. جاب الناس المجموعة من الناس اللي خلال هاي 19 سنة ما قدروا ينتجون أو يخرجون قائد سياسي بالمعنى الصحيح، فلذلك الآن ما بيهم واحد هيبة ممكن أن يحل أي أزمة سياسية داخل العراق من كل الأطراف السياسية اللي موجودة من شمالها إلى غربيتها إلى وسطها، ما يسمى مسميات، أنا أكره المسميات اللي يسميها الاحتلال. فلذلك تشوف إنه هو قيس الخزعلي ما يقوله هو ميليشياتهم يجب أن تستمر حسب رأيهم هم، ليش يعني هي سبب بقائهم، هذا رقم واحد. رقم اثنين يجب أن إذا أريد يقول على العراق بدولة، أولا يجب إرجاع هيبة الجيش والشرطة، وعدا ذلك لا يوجد أي أثر للميليشيات المسلحة. ويجب السيطرة على السلاح المنفلت، بوجود السلاح المنفلت لا توجد دولة. يعني أنت أخذ مثلا رئيس الوزراء، شو درجة القائد العام قوات المسلحة، من يطلب من مقتدى يترجى أنه يطلب من جماعة الانسحاب لعدة شنو دورك؟ ألا يعتبر وجود قيس الخزعلي ومن لف لفه من يقودون ميليشيات مسلحة بحد ذاته هو هدم لمفهوم الدولة؟ طبعا هذا خروج عن القانون. طبعا هذا إذا أريد نفكر إحنا بدولة حقيقية ودولة تعتمد على جيش وشرطة وسلطات سلطة قضائية وسلطة تشريعية وسلطة تنفيذية، عدا هذول ما ممكن أي واحد يتدخل في شؤون الدولة. أكو معارضة، هاي المعارضة مثل جماعة التشرين يطلعون بشكل سلمي، عندهم مقررات، ولو جماعة التشرين أنا ألومهم أنهم لم يكونوا مجموعة قيادية أن تضع شروط أساسية، هم ظلوا متشرين بيناتهم وناس بالعمارة وناس بالناصرية. فلذلك هذا ما يحصل اليوم هو نتاج لخربطة
من سنة 2003 ولحد الآن، واللي يقول لك أكو دولة ترى ما أكو دولة. تعليقك على باختصار أبو أحمد، تعليقك على ما الذي قاله مقتدى الصدر، هل تتوقع بأن المرحلة القادمة ستكون مرحلة هدوء أم سنشهد تصعيدا آخر؟ لا أكيد تصعيدا آخر. تدري ليش؟ لأن هو انسحب وتورط، انسحب سحب جماعة من البرلمان وتورط، شافهم دولة راح يسمون دولة وراح يسمون كل حكومة ويرجعون من جديد. فلذلك هسه هو لو ألعب لو أخرب الملعب. طيب ما من يرجع لا يرجع. أنا أشكرك سيد أبو أحمد من بريطانيا، أشكر حضرتك للمشاركة ويانا. السيد أبو عبد الله من أربيل، تفضل يا أبو عبد الله. ألو، السلام عليكم. سلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وحيي المشاهدين المستمعين. حياك الله، أهلا وسهلا. والله أستاذ أنا برأيي السيد أصطور مو سوي برأيي يعني باوع عليه تصرفاته حكي وصغلات اللي يسويها مو إنسان سوي. مع احترامي طبعا الأجداد وهاي، بس إنسان إذا هيك يعني شو يسوي لها الله يخالقه. إيش تتوقع يريد بالضبط أبو عبد الله؟ والله ما حد مدير تيم. أنا برأيي الأستاذ أنا قايل لك قبل من بيناتهم الأستاذ هاي لعبة يلعبوها ضد السنة والكرد. يعني شنو نوعية اللعبة اليوم اللي وصلت إلى مرحلة بتشخيص وتسمية الأشخاص بأسمائهم؟ يعني صالح محمد العراقي اللي هو مقرب من التيار الصدري من مقتدى الصدر، مقرب من مقتدى الصدر، يقول يعني قيس الخزعلي ميليشياوي، فالح الفياض يجب أن يقال، حنعرضها بعد شوية، يأتي على إيران ويقول إيران عليك بكبح جماح بعيرك. طيب هذا كلام يعني جديد أنه يخرج الآن من هذه الميليشيات، لم يكن في السابق يطرح. زين أستاذ، حكايتك صحيح صحيحة، ولكن أنت تعال باوع سلموا ثلاث أربع محافظات تبي بس يأسسون الحشد الشعبي. نعم، ثلاث محافظات أربع محافظات سلموا هجرة وسط عالم، يعني شنو ذا 15 أو 30 أو 50 واحد انكتل يا 100 كتلوا 200 أمينة مو مشكلة، إيش قد تهجروا إيش قد كتلوا. نعم. اللي يصير بالبصرة، اللي يصير بالبصرة من اقتتال ما بين ميليشيا العصائب والتيار الصدري، هم أعلنوا مقتدى الصدر أعلن الانسحاب وإيقاف العنف، وهم بالمقابل جماعة الإطار يدعون إلى التهدئة وإيقاف العنف. لعد هاي الاشتباكات يعني شنو؟ عصيان لقياداتهم؟ لو هاي أوامر من الداخل في الخفاء؟ لا لا استاذ، هو حكاية تقريبا صور البارحة لما أعلن البيان البارحة وقت البارحة حكاية قال أنا مقبل الحلف الشعبي، أقول القيادات استاذ هم دي يشتغلون من جوة جوة، هذول اللي وياهم يشتغلون استاذ ما يعرفون شو الأستاذ ولا اسمع شوف يحجون جماعة الإطار التنسيقي يحجون يقولون دولة مؤسسات ويجيب ودي زين المؤسسات هي مو بالدستور الإنسان يقبل الحياة الكريمة للفرد العراقي. وين الحياة الكريمة أستاذ؟ أنت مي ما عندك، مدارس ما عندك، شوارع ما عندك، صحة ما عندك، تعليم ما عندك. حتى أنه رقم جفت، وين كان الحياة الكريمة أستاذ؟ طيب أنا أشكر حضرتك أشكر حضرتك سيد أبو عبد الله من أربيل. ويانا السيد محمد من أمريكا، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفضلة. حياك الله. عزيز الأستاذ محمد، من 2003 أما هم كتلة وشعب العراقي، هذا الخزعلي هو مصدر بيجي مو باقي يا أحمد واجير. هو الخزعلي وربع الخزعلي. هذا مقتدى أما دمر الشعب، تفي لك الله. دولة ما للأسف العراقيين يمشون وراء. أما 30 نفر حراس الثوري الإيراني تسنهم. تفي لك الله من الطيارات ينزلوهم. حتى من الطيارات ينزلوا القناطرين. من القصور ويضربون المتظاهرين تفي لك الله، ولا حرس الثوري الإيراني وديون والأسف ودعون نفسهم عراقيين تابعين لإيران. والله ما الأسف حرام تشربون قطة مي عراقي، تأكلون خبزة عراقية يا تابعين ديون إيران. إذا ما عجبكم العراق روح لإيران. والله إيران ما تطول عندكم أسبوع ما تتحملكم تفي لك الله. روح واحد ما تتحمله الله شاهد عم يدمروا لي البلد. هذا مقتدى عيشك في خوف الطفل الاستقلال، ما يعرف وين عيشك الطفل يلعب سوى
داخل مدى روضة نفس في لك الله دمر على الشعب وأنا أسب يالنتون وراء طيب. كل عجلة طامة. شكرا شكرا جزيلا سيد محمد من أمريكا. أنا أشكر حضرتك ويانا السيد أحمد من مصر. تفضل يا أحمد. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا بحييك وبحيي قناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. حياك الله. بالنسبة للمقتضى الصدر والإطار التنسيقي طيروا الإطار. نعم. دول الناس بتدور على مصلحتها أستاذ محمد. أنا قلت لك كل الشعب اللي هناك يسمعني زين. دول الناس بتدور على مصلحتهم بس بتدور على في جيوبه. يعني عندك واحد زي مقتضى الصدر شوية يبقى مع شوية مع دول وشوية مع دول. يعني بقول لك مثلا إذا البيت اللي قتله ماشي في جنازته. يعني الناس نزلت في المظاهرات عشان ضد الفساد وفي الآخر قال لهم أنتوا ناس مش اللي قتله مقتول في النار مش قال الكلام ده. فهم ناس بتدور على مصلحتهم وناس كله بدور على مصلحته فالشعب هو المظلوم في الموضوع ده. نعم. المفروض ان لو في جيش عندكم جيش لو عندكم جيش وناس شريفة بس للأسف ان مصطفى الكاظمي ده ما ينفعش يمسك عندنا في مصر عمدة يعني يمسك عمدة في البلد ما ينفعش لانه هو راجل ما مش عارف يدير البلد ولا عارف هو عندكم جمعة عنات بقول لك انا مش بالنسبة للسلاح المنفلت. نعم. بقول لك انا مش قادر ألم السلاح المنفلت انت ما انت لازمتك ايه في البلد. انت المفروض نعم انت راجل وزير بيقول لك انت وزير الدفاع المفروض انت راجل قائد يلم السلاح عافيه الاول. نعم. زي الله يرحمه صدام حسين كان له كلمه في البلد اللي كانش حد يقدر طلقه الا ما يكون عامل حسابه. نعم. المفروض الدوله اللي يبقى لها هيبه ولها كرامه. نعم. ودول وكان في الميليشيات دي كلها يعني الميليشيات الشعب مش عارف عايش ازاي الشعب العراقي عايش بالقدران. اشكر حضرتك شكرا جزيلا سيد احمد من مصر. حقيقه يعني المفروض لما يسمع على الاقل جمع عناد هذا الكلام وزير الدفاع من مواطن عربي يتابع الوضع في العراق يعلم ما الذي يدور فيه يتساءل اسئله. الان الشعب العربي الذي يتابع قضيه العراق يتساءل نفس السؤال ما دور وزير الدفاع وما دور القوات الحكومية من جيش وشرطة إن كانت لا تستطيع حماية العراقيين من الميليشيات إن كانت لا تستطيع حفظ الأمن وتطبيق القانون على الجميع وسحب السلاح من يد هذه الميليشيات. مرة يقول صاروخ صاروخين ما يأثر على هيبة الدولة مرة يقول ذولا راكبي لي أحاديات شوية مخبطين إحنا عندنا قدرة نقدر نضربهم. طيب وينك أنت وقدرتك على التصدي لهذه الميليشيات؟ شفنا باللقطات اللي صارت بها الاشتباكات وبعد أن خرج مقتدى الصدر يأمر أتباعه بالانسحاب شفنا شلون القوات الأمنية أمنت الطريق إلى كل من يحمل السلاح وانتهى موضوع ما راح تصير محاسبة ولا صارت محاسبة أصلا ولا صار متابعة وملاحقة للي حملوا السلاح وأطلقوا النار بصفة غير قانونية ورسمية وغيرها. شلون ختلوا بعض الجنود وبعض الضباط ختلوا وانهزموا مساحات القتال اللي صارت في المنطقة الخضراء ومحيطها مثل بقية الناس ولا كأنه هو على كتفه رتبة ولا كأنه هو مخول أنه يحمل السلاح ويحمل المواطن. لا انهزموا وختلوا وراء الدبابات وصارت مهزلة حقيقة الموضوع. خلونا نتابع بعض من الرسائل التي وجهها صالح محمد العراقي المقرب من مقتدى الصدر إلى الإطار التنسيقي ونبدأ بالرسالة التي وجهها إلى قيس الخزعلي. يقول باسمك اللهم أحذرك يا قيس إذا لم تكبح جماح ميليشياتك الوقحة وإذا لم تتبرأ من القتلة والمجرمين التابعين لك أو تثبت أنهم لا ينتمون إليك فأنت أيضا وقح كفاك استهتارا بدماء الشعب أيا كانوا فإن أعطيت لنفسك الولاية بقتل أتباعك مثل أبا ذر فلا يعني أنك تنصب نفسك جلادا لكي تغتال كلابك الأسود. لكي لا تغتال كلابك المسعورة الأسود يقول. يضيف أيضا الحشد براء منك أيها الوقح. طبعا هذا ما ورد في الرسالة التي وجهها صالح محمد العراقي
التابع لمقتدى الصدر إلى قيس الخزعلي، خرج هو قيس الخزعلي بعد ذلك بتغريدة تدعو إلى التهدئة ويقول إلى الآخر، وذكر آية قرآنية أيضا. نتابع الرسالة الثانية التي خرجت قبل قليل، نشرها صالح محمد العراقي قبل وقت بسيط، أيضا وجهت إلى الحكومة وإلى الحشد الشعبي. يقول: باسمه تعالى نقترح على قائد القوات المسلحة المحترم ما يلي، وذلك حفاظا على هيبة الدولة وإنهاء تواجد الميليشيات في الأماكن الحساسة في الدولة. المقترحات هي: أولا، تغيير مسؤول الحشد فالح الفياض، وذلك للأسباب التالية: إنه متحزب ورئيس كتلة، وهذا ما يسيس الحشد المجاهد. يقول: لا يمتلك شخصية قوية، بل ولا يمتلك ذهنية عسكرية، وعموما فإنه غير مؤهل لهذا المنصب. ثانيا، استصدار أوامر حازم، أمر حازم وشديد بحل الفصائل التي تدعي المقاومة وهي تقتل أبناء الشعب. ثالثا، إخراج جميع الفصائل بل والحشد الشعبي من المنطقة الخضراء ومسكها من قبل القوات الأمنية الوطنية البطلة، فإن بقائهم فيه خطورة أمنية على نفس قائد القوات المسلحة فضلا عن باقي المؤسسات ولا سيما القضاء والضغط عليه. يقول رابعا، إبعاد الحشد الشعبي عن السيطرات والمنافذ الحدودية حفاظا على سمعة المجاهدين الأخيار، فهناك من يتعمد تشويه سمعتهم من خلال استعمال العنف والتجارة والتهريب وغير ذلك. خامسا، دعم المجاهدين في المناطق المحررة، فإن بعضهم يعاني من التهميش وعدم الاعتناء من الناحية العسكرية والأمنية واللوجستية ويفتقدون إلى أبسط المقومات. هذا ما ورد على، يعني كما كتب صالح محمد العراقي التابع لمقتدى الصدر، خطوة جديدة صوب الميليشيات، صوب فالح الفياض. كيف تتابعونها مشاهدينا الكرام؟ هل تعتقدون بأن، وطبعا هو من المرتقب أن يخرج بيان للميليشيات الحشد ربما ترد على هذه الكلمات، لكن بالنسبة لكم كيف تتابعون المرحلة القادمة خاصة في ظل هذا التصعيد الكلامي الموجود الآن ما بين الطرفين؟ معنا اتصال. السيد أبو هديل من تركيا، تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم وشكرا على هذا البرنامج، وشكرا لك حقيقة أنت مقدم أكثر من ناجح. الله يبارك بيك، حياك الله. الله يسلمك. اسمح لي يعني أشارك بالبرنامج حقيقة. نعم. بس أنا بصراحة وجهة نظري ربما تختلف. تفضل. يعني يمكن مسألة التهدئة الآن كل العراقيين بحاجة إلى موضوع التهدئة. نعم. أنا وياك في كثير من النقاط اللي أنت حضرتك طرحتها، ولكن إحنا نبقى نحتاج التهدئة. ليش؟ لأن اليوم بالعراق أكو السني والشيعي والكردي وكل الفئات الموجودة بالمجتمع العراقي، ووضعها النفسي وعائلتها، يعني عوائلهم وأطفالهم وأمورهم كلها مرتبكة، وبالتالي إحنا ما يصير نقع ضحية خلافات سين وصاد. برغم كإعلام المفروض نفكر بطريقة تختلف بصراحة. ما أعرف أنا وجهة نظرك أنت، يعني ربما تتني أنا ما أنقل وجهة نظر شخصية، أنا أنقل اللي دا يصير. أنت شنو رأيك باللي دا يحدث الآن؟ هل تتوقع بأن هناك تهدئة قادمة أم صراع وتصعيد محتمل؟ والله إن شاء الله تصير تهدئة، إن شاء الله تصير تهدئة. تدري ليش؟ يعني لأن إحنا واقع عن كل الجهات الموجودة موجودة على الساحة، كل الجهات الموجودة ما نقدر اليوم نقول ما يعني راح يختفون، موجودين هم موجودين وموجودين بقوة، ولكن واقع حال، وبالتالي احنا ما نقدر نزيحهم. ولكن ليش ما نقدر ابو هديل؟ شنو اللي يمنع انه ينزاحون؟ طبعا وجودهم مهم، بدليل حرب داعش. تمام لو تمام. طيب حرب وداعش شنو؟ طيب ماشي، انا سؤالي الحشد الشعبي ميليشيا، ربما انا اختلف وياك، مو ميليشيا. لا، أنا بعيدا عن المسميات سيد أبو هديل، أنا سؤالي لحضرتك أنه ليش، شنو اللي يمنع أن يخلص المواطن العراقي من هذه الطبقة اللي ما حققت لأي شيء سوى الإخفاقات والفشل؟ مو هي هاي الأقمات حبيبي أستاذ محمد. أنا متأكد الأقمات ليش هم اللي يحكمون العراق، كتل سياسية من فئات مختلفة، كتل سنية، كتل شيعية، كتل كردية، هي اللي مترأسة المشهد السياسي وتوافق ومحاصصة والوزارات وهذا اللي وهذا إليك، وبالنتيجة وصلنا إلى ما وصلنا إليه. صدقني بالله العظيم
يعني هاي وجهة نظري. طيب الجزئية اللي تتعلق بذكر صالح محمد العراقي لإيران، ولكن حتى نبتعد عن أنت ما تريد يكون يعني عسكر غير ذلك، لازم تكون عندنا دولة قوية. زين دولة قوية منين تجي؟ غير من رئيس وزراء قوي، غير من كابينة وزارة كابينة وزارية قوية. يعني أجد دولة قوية بها قانون قوي. تجري انت اغلب وزارات طيب الدوله. يعني سؤالي لحضرتك انه شلون ممكن توجد هذه الدوله او تنشا هذه الدوله القويه وعندنا ولاءات وعندنا تاثيرات سياسيه وتاثيرات مسلحه وشراء ذمم؟ شلون ممكن تنشا هذه الدوله؟ وطبعا الاهم قضاء فاسد. شلون ممكن تنشا هذه الدوله القويه؟ بالانتخابات. لا الانتخابات حققنا انتخابات نزيهه. اذا حققنا انتخابات نزيهه راح ننجح. بس تعال قول لي شو حققت الانتخابات النزيهه؟ اذا واحد يشكك بالله وهي كل عيوني صدق، مو بس بالسياسه. هاي المتاهه، مالها نهايه، مالها مخرج. يعني حضرتك عندما تذكر لازم احنا نتكاشف تمام كمجتمع عراقي، لازم نحب عظمه، لازم نخلي وقفه في حياتنا نقول. طيب بس اللي تفضلت به سيد ابو هدير، اللي تفضلت به كثير من الدماء والعوائل والمغتنين. تمام تمام. اللي تفضلت به حضرتك بخصوص التكاتف، بس اسمح لي لحظه، اللي تفضلت به بخصوص التكاتف، العراقيين ربما اثبتوه بالانتخابات الاخيره، خاصه وانه النسب التي ذكرت على لسان الجهات الرسميه الحكوميه من مسؤولين وشخصيات اكدوا انه نسبه المشاركه لم تتجاوز 15%، وهذا ورد على لسان اياد علاوي. هذا مو دليل على تكاتف، هذا دليل على ملة العالم. تمام. إذا اتفقوا بالرأي، اتفقوا وأجمعوا على أنهم يرفضون المشاركة في هذه المسرحية. هربوا أي معيشين، خلينا نقول معيشين. نعم. ماكو شارة. وبالتالي إحنا اليوم علينا يعني مواطنين عراقيين نضغط على كل القيادات اللي تحكم العراق اليوم يبدلون طريقة تفكيرهم. يفكرون بوحدة العراق، وحدة الوطن، وحدة الدم العراقي، وحدة. يعني ما يصير كل واحد يفكر بكيف. طيب 20 سنة 20 سنة ما فكروا بهذه الطريقة، تريد منهم الآن يغيرون عقلياتهم؟ وأنا أقول لك هاي وجهة نظري بعد، ما أدري يعني. نعم. 20 سنة هي أتفق وياك، بس المشكلة تدري شنو؟ ناس يعني تحفر الناس، ناس تقاتل الناس، بدليل من ذيك الفترة إلى هاي الفترة ما يبدأ العراق تفجيرات. تذكر أنت الأحد قدامي والثلاثاء قدامي والأربعاء قدامي وما أعرف منه، وبالتالي والكل يعرف من الجهات اللي كانت تفجر وتقتل وكذا، وكل شيء إلى ردة فعل. زين إذا متى نوقع إحنا تصير هاي المشكلة ويصير لها ردة فعل؟ ولحد الآن هاي ارتدادات وردات فعل اللي يصير اليوم ودا يشوفها أستاذ محمد حبيبي. الخلاصة سيد أبو هدير، الخلاصة، هل تعتقد بأن هناك حكما رشيدا سينشأ في ظل هذه الأحزاب؟ والله يعني أتمنى مهيما بعيدا عن الأمنيات أبو هدير. أنا يعني أتمنى أنا يعني بس ما أعرف. أنا أقول لك بس الانتخابات والشباب، التعويل على الشباب الواعي، الشباب الذي يفكر بوحدة الوطن والانتماء لتراب الوطن ليس إلا. وأنا أشكرك شكرا جزيلا سيد أبو هدير. أنا أشكر حضرتك للمشاركة، شكرا جزيلا لك. يبقى السؤال القائم في ظل الصراعات السياسية الحالية، طبعا ليس من مصلحة أحد أن يقتل مواطن عراقي بريء، ليس من مصلحة أحد أن يكون هناك صراع يستهدف الأبرياء، يستهدف المواطنين، لكن الصراعات السياسية التي تحدث الآن نتساءل دائما ما نهايتها؟ ما هي المرحلة القادمة بالنسبة للوضع القائم في العراق، بالنسبة لهذه الخلافات والصراعات الموجودة؟ صراعات مسلحة لم تكن كذلك موجودة في السابق، الآن وجدت. طيب هذه الصراعات من المستفيد منها؟ إلى أين ستنتهي؟ ماذا بالنسبة للمرحلة القادمة، خاصة في ظل التصعيد الكلامي الموجود؟ وهناك حديث من المنتمين للتيار الصدري بأن الصدر لم يبتعد عن العملية السياسية، بل سيعود التيار الصدري. هناك رسائل تأتي من هنا ومن هناك. بالطرف الآخر وكأنه الصدر قدم خدمة للإطار التنسيقي، والنتيجة أنه بمجرد ما طلب من أتباع الانسحاب خرجوا ببيان تحدثوا فيه عن إقدامهم على تشكيل الحكومة التوافقية. إذن وكأن شيئا لم يكن، وكأن هذا الصراع الذي استمر طيلة هذه الأشهر بالنسبة لتشكيل الحكومة لم يأتي إلى نتيجة حازمة للوضع في العراق، وأصبح الموضوع مستمر كما كان. يرغبون بالتشكيل حكومة توافقية، الصدر يغرد من جهة وهم يردون عليه، والموضوع سيسير في هذا الاتجاه. هل هناك تغييرا حقيقيا في العراق؟ محمد من حلبجة،
حياك الله. نعم نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سيد محمد. يا مريض مشتاق وياي قناة الرافدين أول مرة. أهلا وسهلا سيد محمد من حلبجة، حياك الله. بس لو تسمح سيد محمد بس تنص صوت التلفزيون، نص صوت التلفزيون. راب العراق من زاخو إلى البر. نعم. هذول موجودين من أهل أتار التنسيق مع شيشم ولا مشوع. هذول خونا بالتراب خاصة خزعلي ومالكي، هذول جوا عمامة. فما الخط عليها فتنة بالعراق، أريد بيع تراب العراق لإيران. يا بهج ولا عمر صدق، الله يخليكم يا شعب العراق يا شعب العرب. يا به مع خاطر الله ولا فتنة بالعراق، ما يحبون العراق ما يحبون الشعب. يا بسدر يمشي سدر، هذا أصلي شيء عراقي، هذا يحب الوطن العراقي، بس هذولا ما يحبون. خاطر أصلي وخذ علي هذولا فتنة بالعراق. يا بان الرجال كنت والله وياي أهلي وأهلي بديتي كلها فدوا على صدر. يا با يحب الصدر. يا با خذ علي ما يحب أهل السنة، خذ علي حاقد على السنة على الأكراد. يا با احنا من فرق لا شيعة ولا سنة ولا كردية، احنا من عراق كل. شكرا جزيلا سيد محمد من حلبجة، اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة. معنا سيدة ام عبد الله من بغداد، تفضلي ام عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي الى قناتكم الشريفة. اهلا وسهلا. كتاب يعني اللي بنسمع هسه من اراء المتصلين اتصال انه يريدون على اساس انه قد يكون هناك تهدئه او توافق او يعني ترجع الامور الى يعني ما قبل 2003. ترى هذا بعد ما تصير، لان هسه الاقتتال اللي موجود راح يستمر خاصه في وسط وجنوب العراق. نعم. بين الفصائل المسلحه. ولا الحكومه العراقيه تقدر ان تصدر قرار قوي انه تعطيهم فتره اسبوع هو ان يسلمون اسلحتهم الى الحكومه. ومنو اللي ياتمر بهذه الاوامر؟ حضرتك تعلمين وتابعتي في السابق ابو مهدي المهندس عندما كان يقاتل في المحافظات المنكوبه، في لقاء مع بعض الصحفيين قال لو جاءنا امر من القائد العام للقوات المسلحه لتسليم السلاح إلى الحكومة لن نسلم سلاح الحشد. هذا تصريح ومتلفز موجود في موقع اليوتيوب وبإمكان حضراتكم تشوفوا. إذن هو من زمان هم ما مخططين أصلا لتسليم السلاح، كيف يمكن أن يحصر؟ هي معنى ماكو حكومة، إحنا عندنا فصائل مسلحة أو السليماني أبو هذا المهندس اللي كان يقومون بعمليات التفجيرات وقتل العراقيين وهدموا المحافظات كلها وهسه بدوا بالمناطق الجنوبيه. بس انا اقول انه يا شعب العراقي احنا هسه عرفنا شنو الخلل اللي موجود من الحكومه مالتنا، واحنا متوحدين. احنا هسه الحاله انه يجب اقامه حكومة إنقاذ. ترى ليس ماكو حل، لا تصورون يا عراقيين اكو حل. من يستطيع أم عبد الله، من يستطيع العمل في العراق وهناك سلاح خارج سلطة القانون يهدد كل من يعارض توجهات الأحزاب؟ أستاذ حكومة الإنقاذ مصر داخل العراق، يصير مؤيدين إلى الحكومة في الإنقاذ اللي موجودة بالخارج، وإن شاء الله أكو حكومة إنقاذ، لأنه إحنا كشعب ترى ملينا. طيب. من هاي الشخصيات والسيطرة استغفر الله الشيعية اللي غير يعني ما تقدر تحافظ على بس طبعا هم كل الكتل السياسية اللي من مختلف الطوائف والانتماءات هي أساس، طبعا اللي شاركت بحكم العراق هي أساس الخراب وسبب الخراب والمشاكل. هي مو بس
الأحزاب الشيعية حتى لا يجي. لا أستاذ، أنا دا أقصد السلطة الشيعة والسنة اللي موجودين وياهم والحلبوسي اللي دائما ويا التنسيق يقول لك إنه لازم نسوي نرجع البرلمان، هو كل طيب. قتلهم مقتلهم إنه البرلمان لازم يرجع. نعم. فهذا ما يمكن أن يحدث في العراق إلا بتعاون العراقيين وتأييد حكومة الإنقاذ الوطنية. نعم. اللي موجودة في خارج العراق، وإن شاء الله يرجع الأمن والأمان. شكرا جزيلا أم عبد الله من بغداد، أنا أشكر حضرتك للمشاركة. يبقى السؤال وهي تساؤلات كثيرة حقيقة، ليس سؤالا واحدا، أنه ما هو شكل المرحلة القادمة؟ كيف سيكون وضع العملية السياسية في العراق؟ كيف سيكون شكل الحكومة القادمة؟ هناك قراءات من قوى معارضة للعملية السياسية مناهضة للاحتلال مقاومة لهم منذ فترة طويلة، وقالت بأن لن يتغير الوضع في العراق طالما وجدت هذه الأحزاب، سيستمر تسليم السلطة من حزب إلى آخر وتبادل المناصب وتغيير الوجوه التابعة لنفس الأحزاب، لكن ستستمر نفس السياسات. هناك من يرى بأنه يجب أن تكون هناك ثورة شعبية للخلاص من هذه الأحزاب، لكن ما هي الوسائل التي يمتلكها الشعب العراقي الآن؟ وهل هناك اتحاد شعبي فعلا لتحقيق هذه المطالب؟ أسئلة كثيرة، مستقبل غامض للعراق، لعل الأيام القادمة هي التي ستجيب عن هذه التساؤلات. مشاهدينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.